يسأل أيضا في فقرة أخرى عن كيفية إحرام القادم إلى مكة جوا. يحرم إذا حاد الميقات من الجو، يحرم إذا حاد الميقات من الجو، والإحرام يكون بالنية والتلبية وبالقلب، وأيضا بارتداء ملابس الإحرام، الإزار والرداء وخلع المخيطات على البدن كلها، أو على بعض البدن. المخيطات كلها يخلعها ويستبدلها بإزار ورداء. نعم.